السلام عليكم، معكم مهدي إشار، فنان تشكيلي وابن مدينة القنيطرة، مقيم بالديار الفرنسية. كنجي لهذا البحر هذا كل عام باش نقضي العطلة ديالي مع العائلة ديالي، وهذا بحر زوين الحمد لله عليه إقبال، الناس كتجي ليه من جميع المدن يعني الداخلية والخارجية. كنجيو لهنايا كنديروا شوية ديال البوغي ديال السيرف، كنديروا شوية ديال البريك دانس يعني مع الدراري القدام، وكنحاولوا ما أمكن يعني نعرفوا بالمدينة ديالنا أكثر. بالنسبة للمهدية، المهدية عندها ميزة كبيرة لأن عندها بحر زوين وعندها يعني الرمال ديالها ذهبية، وتا الأمواج كان الركوب ديال السيرف هنايا عندنا واحد المدرسة زوينة هنايا، وكاين الناس كيجيو من جميع الدول وجميع يعني المدن باش يدخلوا لهاد المدينة هادي يقضيو فيها العطلة ديالهم زوينة. أهم حاجة هي لا سيكوريتي الحمد لله، وثاني حاجة كاين لي بومبيي، كاين تا لي ميتر ناجور، دونك داكشي تبارك الله زوين. وكيعجبني الحال ملي كنشوف هاد الميزه في هاد البلاد ديالي الحمد لله. المغرب غزال، كنتوحشو ديما صراحه. فوق تما كنخرجوا يعني لفرنسا، ملي كنمشيو بواحد الحرقه وكنرجعوا بواحد الفرح، بكل سرور رجعوا لبلادنا، وديما تا مغربيت في الدم الحمد لله، وديما مغرب صافي. يلا السلام عليكم، انا كنعيش في فرنسا، كنجي كل العام في المغرب، و بريسيزيمون هنا في مهديه كنجي في مع لا فامي والدراري، كنسيرفيو كلها نهار. راه مهديه واعره بزاف 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 بزاف، بحر نقي، موجه واعره، والشمس، البحر نقي، كل شيء توب بارفي. كاينين لي فاغ هنايا زوينين، لي ميتناجور حتى هما يفون ان بون ترافاي الحمد لله، يسورفي بيان لا بلاج، و مهم توب فرانشمون بارفي. المهم انا سميتي ايا، من الساكنه تاع مهديه، وانا هذا البحر كيعجبني بزاف، كنجي ليه مع العائله كل صيف، وكيعجبني كنعوم فيه وداكشي، وفيه الماج زوينين، وفي الرملة نقية، وفيه فيه الناس زوينين والعائلات، وكيعجبني بزاف، وصافي. ومهدية زويونة ونقية، وفيها الناس ديال النظافة اللي كيجمعوا الزبل، وفيها داك الشيء زوين، ومن الأحسن البحور اللي كاينين في المغرب. و كيعجبني كل عام كنجي كنتبحر هنايا ومع العائله، والعائله تاهو كيعجبهم هذا البحر هذا بزاف، ونقي وزويون، وفيه زعما كي زويون، كنصح الناس دي يجيو لهنايا، وفيه الامان، وكاينين الميتر ناجور دوك الشيء كلشي كاين. مهدية ديما مغرب.